يعني سوف يكسب المباراة. دكتور توقف بس عند هذه اللقطة، يبدو مراسل للمستقبل ها. طيب. جميلة جدا. تفضل يا دكتور، إذا كان هناك توقع لتغييرها. أتصور أنا أنه اللاعب رقم 25 ميغان خطير جدا في هجوم الفيصلي، وممكن هذه لقطة معبرة جميلة جدا. هذا برعم مستقبل. هذا حصل على المايك في لحظة من خالد النفناء، لعلنا نسمع صوته وما عاد المايك.